بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يعني يمكن أول ما نبدأ يعني احنا خلونا نتكلم سياسة وبوضوح وبصراحة. عنوان ندوة: هل الكلام عن إيران في الكويت خط أحمر؟ نعم، خط أحمر عند حكومة يعني فيها من الخور والخوف ما فيها. حكومة الكويت يعني تتعامل مع إيران بالخوف، تخاف من إيران وتخشى وترتعد فرائصها من إيران، فبالتالي يمكن هي مو مقتنعة بإيران لكن تخاف منها، هذا هو الواقع للأسف. دائما يقولون في خطاباتهم أن القضاء هو عنوان الحقيقة. ففي السابق لما كنا يعني نتكلم عن الخطر الإيراني وكذا يدخلوا لك في موضوع الخلاف الفكري والعقدي وكذا، وبالتالي يمكن يصير العملية شوية شائكة. ولكن بعد الحكم اللي صدر في 2013 وهو حكم قضائي نهائي بات منتهي، حكم محكمة التمييز أعلى محكمة، وهو عنوان الحقيقة، هذا العنوان الحقيقة قالتها المحكمة، لم يقولها سياسي أو أعضاء أو معارضة أو غيرهم، قالوا أن إيران تشكل خطر حقيقي على الكويت. المحكمة قالت أن إيران تتآمر لأعمال تخريبية في الكويت. المحكمة قالت أن إيران تضمر الشر للكويت. المحكمة قالت أن هناك اعترافات من جواسيس زرعتهم إيران ودفعتهم الأموال ودربتهم في إندونيسيا ودربتهم في شيراز واتت فيهم بالكويت لتفجير أنابيب بترول بالروتين وبالوفرة وبالعبدلي عن طريق عجائن تفجر بوائرات وبلاسلكي لتدمير ثروتنا. المحكمة قالت أن هذول اعترفوا بتصوير معسكراتنا وخططنا وأرتالنا وقواعد الموجودة في الكويت، كلها صورت ووضعت ووصلت لإيران، وهذه اعترافات. وانتهت المحكمة إلى الإعدام، محكمة أول درجة ثم الاستئناف والتمييز حولوا إلى المؤبد. فبالتالي عنوان الحقيقة اللي مو احنا قلنا، اللي قالت المحكمة، أن إيران تشكل خطر على الكويت. فلا يعقل أن لما أنت تقول تحترم القضاء وتحترم المؤسسات الدولة وتأتي مؤسسة بحجم القضاء تقول أن إيران تضمر الشر للكويت، ولما أنا أتكلم أن هذه خطر على الكويت وحاكم، أنت بالتالي معناته أنت ما تعترف بالقضاء ولا تعترف بأحكام القضاء ولا تعترف بدولة المؤسسات، وتخضع لشوية ناس أصواتهم عالية ولا أم مزدوج. ما يجوز هذا الكلام. لذلك كان لابد أن لما نتكلم عن القانون ونتكلم أيضا عن سياسة نسمي الحقائق بمسمياتها. إذا كنتوا تحترمون القضاء يا وزير الداخلية، القضاء يقول أن إيران دولة تضمر شر الكويت، إذا قلت خلاف ذلك أنت ما تحترم القضاء، أنت وزير الداخلية ما تحترم القضاء وتستحق المساءلة السياسية، أنت ورئيس الوزراء وأي مسؤول موجود. هذا هو الواقع اللي لازم نتكلم فيه ونكون فيه صريحين. أني حق موضوع الدكتور وليد بمساعد، تكلم أنه عنده معلومات بأن إيران تدخل ما تريد ولايات الكويت. طيب وين الجريمة؟ في كثير من الأخوة قانونيين، وين الجريمة في موضوع إشاعة أخبار كاذبة؟ على أي أساس قطعته أن هذه أخبار كاذبة؟ على أي أساس قطعته أن هذه الأخبار اللي قالها وليد أخبار كاذبة؟ الأصل أنكم تنادون وليد وتنادي وليس كمتهم، يفترض أنه ينادى كشاهد، هذا حريص على أمن البلد، ينادى كشاهد ويطلب منه الأساس الذي تكلم منه والمنطلق اللي يعني أدلى في هذا التصريح. وإذا صار وليد ما عنده أي معلومة أو أخباره، هذيك الساعة هم يكيفون القضية على ضوء أقواله، لكن أنه يروح يقبض كأنه متهم وكأنه مجرم ويقتاد بضبط وإحضار. طيب ليش في قانون، في شيء اسمه قانون الإجراءات اللي يدعون ويتبجحون باحترام القانون، في شيء اسمه تكليف بالحضور، يعني مانشيت عريض أو يعني عنوان عريض اسمه التكليف بالحضور. ايش معنى التكليف بالحضور؟ انك تكتب تكليف لأي شخص سواء كان متهم أو شاهد أو غيره أو مبلغ
وتستدعيه في اليوم والتاريخ والمكان عن طريق جهات التحقيق سواء كانت النيابة أو التحقيق. طيب هل قمتم بهذا التكليف؟ قطعا لا، لأن التغريدة صار لها يومين، ما يمديكم تكلفتوه يعني. طيب ليش الضبط والإحضار على شخص أول شيء رجل أكاديمي أستاذ في الجامعة ونائب ممثل الأمة، ونعتقد احنا في قرار أن لا زال هو ممثل شرعي للأمة في آخر انتخابات للشعب الكويتي في 2012، سبع مرات مثل الأمة ومن عائلة كويتية عريقة ومعروفة، شنو الخوف من وليد طبطباي انكم تستدعونه يوم لا احد يروح النيابة؟ وبالتالي النيابة على ضوء ما يعني يتبين لهم معلومات تتقرر طريقة الاختطاف وطرق الباب بأوقات حرجة والاغتياد، يمكن بعد عاصبين عيوننا ما ندري شنو سووا له يعني، وأمن دولة وين قاعدين احنا؟ الشيء الثاني انه يعني اذا انصحت المعلومة التطاول على مقام ولي العهد، ولي العهد كلنا نحبه ونقدره ومقامه عالي ورفيع عندنا، ولكن انت بتتكلم عن قانون الدستور، ما في شيء بالقانون الدستور يقول مقام ولي العهد. مادة 54 من الدستور قالت الأمير رئيس الدولة وذاته مصونة، بس خمس كلمات. مادة 54 ما تطرقت لولي العهد، وتحدى أكبر قانوني دستوري عندهم يقول انه يعني اي مساس او اي كلام عن سمو ولي العهد مجرم بالقانون او الدستور. ما في، تهم باطلة ما لها اي قيمة ولا لها اي اساس. فهل هذا كل هذا يستحق انه يستدعى اخونا وليد طبطبائي ويحبس ليوم الاحد؟ يا اخي اللي تكلم عنكم وقال في مؤامرة بالكويت وطعن في القضاء وطعن بالدنيا كلها، قرأ ورقم ثلاثة اسطر طلع، ما سويتوا ولا شيء ولا حبستوه ولا تجرون تحبسونه، ولا حتى من طعن فيهم اشتكوا عليه. ليش القانون يطبق على ناس وناس؟ ليش يطبق بانتقائية؟ ليش القانون بهالطريقة هذه؟ يا انكم انتم رجال دولة يا وزير الداخلية ويا قضاء تقدرون تطبقون القانون على الكل، ولا ما يجوز الانتقائية فقط على المعارضة؟ كثير من الشرائح بالكويت يتجاوز القانون واخرتهم هذا المنحاش اللي تطاول على الرسول صلى الله عليه وسلم، قاعد انحاش قبل الحكم بيوم ما ادري يومين، ويتبجح يمدح وزير الداخلية يطبق القانون. اذا انت ريال تعال خلي يطبقون عليك القانون، وكنا ندري انك انت واشكالك ما يطبق عليهم القانون للاسف. هذا الواقع في الكويت يعني. يطبق على الاشراف امثال بمساعد وغيره اللي ما جنوا ولا اجرموا ولا سووا شيء، قال راي من حرص ومن حرقه ومن خوف على بلده. وللعلم ترى اخونا وليد طبطبائي من الناس اللي بايعوا وصوتوا على سمو ولي العهد في 2006، كان نائب حزته، فلما يتكلم هو من اختار او صوت على سمو ولي العهد واعطى ثقته وموافقته وبيعته لسمو ولي العهد. فهو لما يتكلم ما هو انسان عادي، انسان مثل الامه ونائب، فلا بد ان ايضا هذا يراعى. ولا شتم ولا تكلم، عنده معلومه تعال يا ابو سعد شنو المعلومه اللي عندك، حتى ممكن بالتليفون. لكن هالاجراء البوليسي هذا وهالطريقه في القبض وهالطريقه في الاغتياد وهالمده الطويله في الحبس اللي لا ليس له اي مبرر، الحبس الاحتياطي لها مبررين في القانون بنص القانون، هو خشيه هروبه او الخوف من على القضيه، هذه ليست قضيه قتل او قضيه فيها ادوات جريمه او قضيه فيها مثلا اشياء يخفيها المتهم لو خرج، قضيه راي كلمه وقالت، ولا يخشى هروبه، معروف كويتي ولد كويتي من صارت الكويت ومساعد معروف اصلا. فعلى اي اساس يحجز يومين يعني؟ وما تدري بعد النيابه الحين خلوا النيابه عندهم هذه العشرة ايام مثل شربه الماء، عشرة ايام ويعرض على المحكمه وخلي المحكمه تطلع، ما يصير. حريات الناس مو بهذه السهوله، السجن للمجرمين اللي انتم تعرفونهم ومو قادرين توصلون لهم، هذا السجن لهم مو حق الناس النظاف الاشراف اللي خايفه على البلد. فبالتالي انا اعتقد ان من ناحيه قانونيه ومن ناحيه سياسيه، نعم ايران بحكم القضاء هي خطر على الكويت، واحنا كلنا نتوجس خطر من ايران. والموقف يعني الرسمي للكويت الحين في عاصفه الحزم، الكويت الان مع دول الخليج ضد الحوثيين المدعومين من ايران، هذا موقف الدوله الرسمي. الكويت وقفت في سوريا ضد النظام السوري المدعوم من ايران، الكويت وقفت مع دوله البحرين ضد اللي كانوا يحاولون يستعينون بايران ليسيطروا على البحرين، والبحرين كانت تسقط لولا الله ثم تدخل السريع لدرع الجزيره، ولا كانت القوات الايرانيه على الحدود الاقليميه
والحدود الإقليمية كيلوات بسيطة يعني، كان الموضوع دقائق وإيران تستولي على البحرين. هذا ما هي أسرار إيران يعني، كاشفة العداء، لا لا ما هي يعني مستترة بالعداء. فلما أني نحجز على أساس والله عشان خاطر إيران، هو لا شك أنه ما يقصد الإساءة لسمو العهد، بل كل واحد عنده ذرة إنصاف يعتقد أن مثل هذا التصريح اللي أخونا وليد طبطبائي هو خوفاً، خوفاً من أن هناك فضول. طبعاً إن شاء الله ما راح تصير، ولكن أيضاً ما في باس الإنسان يقول راية ويعبر عن راية ويعبر عن خوفه ويعبر عن هواجسه. أما في بعض الناس يقولون والله ليش ما بلغ، يعني إيش بيسوون حق إيران لو بلغ؟ الله يخلف عليكم، حكومة الكويت إيش بيسوي حق إيران؟ بلغ وأثبت أن إيران تدخل. ما احنا طلع عليهم حكم من التمييز اليوم باكر، وزير الاعلام رايح ايران يمدحهم، ايش بتسوون حق ايران انتوا عشان يبلغ؟ لكن ما في باس ان واحد سياسي بمستوى وليد طبطبائي يعبر عن هواجسه وعن خوفه وعن قلقه من معلومات وردت له. وين الجريمه؟ وين المشكله في الموضوع؟ فللاسف يعني انا اقول انه يعني احنا مطالبين، يعني انا اعتقد الكل لا تأخذنا يعني، قد تتفق مع وليد طبطبائي في مواقف، قد تختلف في أمور، لكن هذه قضية حق. الرجل لم يجرم، الرجل لم يسيء، لم ينهب، لم يقتل، لم يفعل أي شيء من الأفعال المجرمة في القانون، ونتحداكم أن تثبتوا عليه، ولكن تستغلون سلطة التعسف والحبس الاحتياطي. وحنا ندري أن هذه العملية هي مجرد إذلال لكل من يعني يدخل في خانة المعارضة. اي معارضة الان، اي تغريدة يحاسبك على النية، التغريدة ما في شيء يقولك لا هذا يقصد التحريض ويقصد البلبلة ويقصد، كيف تقصد يا اخي؟ هذا الرجل قال لا اله الله فقتلوا، فالرسول قال قتلوا قتلهم الله، هل لا شققتم عن صدره؟ انت يعني اذا شرعا اذا قال اله الله ما يجوز انك تقيم عليه حكم شرعي، ما يجوز لانك ما تشق عن صدره، فما بالك في حكم جنائي تافه ما له قيمة تقوم تقول لا انت تقصد من هذه التغريدة كذا وكذا، يقول لك لا انا ما اقصد، قال انت تقصد ويقعد. واخذوا احكام 5 سنين 10 سنين سنتين وقص على ذلك. فبالتالي يعني الوضع انا اعتقد وضع سيء، وما يجوز يعني ان نسكت على هذا، لان التعسف لو سكتنا عنه اليوم راح يطولك جميعا باكر، وبالتالي ما راح نقدر يعني انت خلص منه. لكن لابد ان اي ظلم يقع على اي انسان، والله اي انسان سواء كان من المعارضة من غير معارضة، سنقول ان هذا ظلم وان هذا ما يجوز وان يجب ان يقف، وان ما يجوز ان يكون هناك تمادي في والانتقائية في تطبيق القانون. ونقول حق وزير الداخلية رسالة، يعني انت ترى احمد الحمود قبلك طق الناس وراح، يابر خالد عند الحربش طق الناس وراح، لا يكون يعني ثمن وجودكم في مناصبكم التعسف في تطبيق القانون على ناس وناس وضرب المعارضة، وكأن هذه يعني ثمن وضريبة استمرار في الكرسي، طق المعارضة وتعسف وتستمر على كرسيك، ما يجوز هذا الكلام. انت لابد ان تراقب الله عز وجل في افعالك، وتراقب الله عز وجل في القسم اللي اقسمت انك تحترم القانون، هل هذا احترام القانون؟ هل هذا احترام الدستور اللي انت اقسمت عليه؟ سواء وزير الداخلية أو غيره من المسؤولين. فبالتالي أعتقد أن يعني إحنا نطالب، ونطالب من كل المخلصين يعني من كل أهل الكويت، جماعة قولوا لا، ما نطلب منكم أي أفعال، يبقى لا تطلعوا مسيرات ولا تسوون شيء. يا أخي مكانك قول لا، قول هذا غلط، لا اكتب تويتر كلمة واحدة قول لا، لا للظلم، لا للتعسف، لا للانتقائية في تطبيق القانون. يا جماعة يعني مو معقولة هذه السلبية تكون، احنا قاعد نشوف يوميا هالشباب وعلى ناس وناس. والله لو كان القانون على الجميع لا يعني آمنا وقلنا خلاص صار القانون على الجميع، لكن يطبق بانتقائية على ناس وناس والناس تسكت وترى الظلم وتسكت، يعني ما هو منطق ولا هو عقل يعني اللي قاعد، ولا يستحق أهل الكويت. أعتقد لا حد زايد على ولاء الكويت، ولاء الكويتيين لنظامهم لبلدهم بعد 92، لا حد يزايد علينا. احنا ما كنا ضد النظام ولا ضد البلد لما ما كان في نظام ولا كان في سلطه. الكويتيين ما خانوا بلدهم لما كان في نظام ولا سلطه، يخونونا لما يا النظام وسلطه، لا يعقل ولا يمكن يصير هذا الشيء. ولو كان ذاك الوقت يمكن في ناس تحت الضغط والارهاب العراقي
يمكن قد تجد له مبرر، ولكن مع ذلك ما في احد ما يشفع حق الكويتيين هذا الشيء على اساس الحين تيونهم وكل ساعه واحد قاطينه بابن الدوله، والله انت قصدك تخل النظام او تشيع اخبار كاذبه تهز بكيان البلد، وكان البلد قاعد على الطرف، اي تغريده تهز كيانه. مو معقوله لهالدرجه احنا يعني بلد يعني من ورق، اي تغريده تهزنا ولا الناس بالطرف اي كلمه راح على طول. الكويتيين يعني اعتقد اختبار والزلزال اللي صار لنا بالغزو وللحين ما تثقون في الكويتيين، هاي مشكله كبيره. انا يعني في الختام اشكر الاخوه في ثوابت الامه وغيرهم من الكتل اللي نظموا مثل هذه الندوه، واتمنى يعني من سواء كان الاخوه في النيابه او حتى يعني اللي قاعد يحقون مع الاخ مساعد انه يسمعون هذه الكلمه وياخذونها بتجرد، وانه يعني ما في اي يعني ممسك قانوني على اخونا ابو مساعد، وانه يخلى سبيله باسرع وقت ممكن، واسال الله عز وجل ان يعني يفرج عنه وعن جميع الشباب يعني المظلومين الموجودين في السجون. فالكويت يعني حرام تكون بلد كله فيه يعني اعتقالات وسجون، واذا كانوا يعني بيغطون ترى غطيتوا ما غطيتوا ما حد حواليكم، انتم ماخذين البلد كارفينها كرف يعني، يعني فاذا بتسوون هذه الاشياء عشان تغطون على اشياء ثانيه ترى منتم عازتها. وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.